السلام عليكم مرحبا بكم، اجتمعكم صافي. هذا فقط مقطع بسيط صغير جدا، اعطيكم هذا البانر صنعته بنفسي، اردت ان اشاركه معكم. فما كل ما عليك فعلا تذهب تغير اسم لديك هنا تستوس 07، اختر اي اسم، ولديك هنا سبسكرايب، اختر اي شعار، وضع عرب قناتك الفيسبوك، عرب صفحتك الفيسبوك او تويتر او اي مكان، كل شيء. يعني هذه الملفات الذي فيها الغلق هذا لا تفتحها ولا تعدل عليها لانها خاصه بالصور وكل شيء. تم عليك فقط انك تعدل التكست، ضغطتين عليه ويمكنك انك تعدله الى اي اسم تريده. وبعد هذا اذهب فقط الى فايل سيف از، احفظه على امداد بي ان جي او جي باك. وهكذا تكون قد حصلت على بانر خاص بقناتك، بانر قياسته معتمدة من يوتيوب، اي انه لن تجد اي مشاكل او غيرها. فارجوك ان اعجبك المقطع لايك ورب تحميل ستجده في اول تعليق ان شاء الله. وكالعادة معكم صوفيان، اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.